امكانياته. معانا على التليفون مره تانية كابتن طارق السيد ابو الكباتن. الخير، زي حضرتك، منورني كالعاده. انا خليك يا رب. كنت لسه بتكلم على الجبهه اليسرى، طبعا حضرتك دايما متالق فيها. النهارده في مفاضله بين عبد الشافي وعبد الله جمعه، مين يبدا باك ليفت ومين تاني ممكن يستغله في مركز اخر؟ تفضل، مين يبدا النهارده كباك ليفت يا ابو كابتن؟ والله بص، اتنين لعيبه كبار طبعا، عبد الشافي اكيد طبعا عاليه جدا، بحب يعني بحب في حته التشكيل ده لما اجي اتكلم اسيب الحريه للمدير الفني، هو اللي اضرب اللعيبه بشغل معاهم، مين اجهز دلوقتي، مين افوق. اعتقد يمكن برضو عشان ابقى كملت كلامي كله في الحته دي، عبد الله جمعه اخر ماتش بدا يظهر المستوى الطبيعي بتاعه، صحيح يعني كان عليها ايام بروس في الباك ليفت. صحيح. وعبد الشافي طبعا يمكن خبراته العاليه تديله برضه افضليه، يعني زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره، بيترمي في النار في اي وقت تلاقيه بقوه يعني. صحيح. فما عنديش مشكله في اي حد يبدا في الحته دي، خاصه ان الاثنين لعيبه مميزين جدا. يعني ممكن مثلا نشوف عبد الشافي باك ليفت وعبد الله يلعب وينج، ولا كده احنا بنخرج عبد الله من القدرات بتاعته، من مكانه اللي اتعود عليه؟ انت برضو خد بالك، حسب التشكيل نفسه، انت عندك قدام الحته اللي قدام ممكن اشرف بن شرقي موجود في التشكيل او ممكن يبقى موجود. صحيح. انت يعني هتضحي باشرف بن شرقي وتدي عبد الله جمعه في الحته دي؟ ما اعتقدش، ممكن الراجل ما يفكرش فيه. انما في الاول وفي الاخر الطبيعي ان اي 11 لاعب يبقوا النهارده على قد المسؤوليه لتصليح الصوره وبدايه شكل جديد وبدايه اداء جديد في فرقه الزمالك في الفتره القادمه، لان احنا عندنا ماتشين مهمين جايين. اعتقد ماتش القمه مهم جدا جدا بعد ماتش كاس مصر. اللي انا بس عايز اقوله برضه عشان الناس تبقى فاهمه كويس، يمكن انا عشان كنت في مسؤول عن نادي الترسانه الفتره الاخيره، فلعبت فرقه الداخليه مرتين. فرقه الداخليه عندها خط هجوم قوي جدا، ده سمير فكري، ده هاف ليفت، لاعب من اللعيبه المميزين جدا جدا جدا، لعيب بيعرف يجيب جون من انصاف فرص، من هدافين الدوري السنه دي. زيزو ستايت، ده هاف رايت، لعيب بيلعب برجليه الشمال، بيقطم بقوه، ولعيب مميز جدا جدا جدا. عندهم بامبا افريقي، لعيب برده مميز جدا جدا. عندهم نص ملعب قوي جدا، اثنين لعيبه كويسين، مطلعت ومؤمن، حد اسمه مؤمن برده من اللعيبه الكويسين جدا. لازم الزمالك النهارده يبقى حذر جدا قدام الفرقه دي، فرقه بتعتمد بشكل كبير على الكوره الطوليه من قدام لورا، على بامبا ده اللي منه بيحاول يسند لواحد من الاثنين اللي تحت الفيرود. فرقه رخمه بلغه الكوره زي ما بيقولوا، فرقه مش سهل. لازم الزمالك ورئاسه الزمالك يبقوا عاملين حسابهم على الماتش النهارده، ان الماتش مش سهل، ماتش صعب جدا جدا. النهارده بنسبه كبيره هنشوف اسم او اتنين ممكن ثلاثه من فريق الامل، من ناشئين نادي الزمالك وشباب الزمالك، نصيحتك ليهم ايه يا ابو الكباتن في لقاء زي كده؟ هقول لك، يمكن طبعا لازم اللعيبه دي تبقى فاهمه ان هي لابسه تيشيرت الزمالك. صحيح. في المقام الاول تيشيرت الزمالك كبير، ومعنى ان انت توصل فريق اول نادي الزمالك فانت لعيب كويس، لازم تظهر ده في الملعب، لازم تبينه في الملعب، مش مجرد ان انا ابقى خايف ابقى قلقان. اعتقد انت اتمرنت بقالك فتره كبيره، او مجموعه منهم اتمرن بقالها فتره كبيره مع الفريق الاول. صحيح. عندك الثقه، انزل العب كورتك العاديه جدا، انزل ادي، انزل قاتل على الفالنه. ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم ان شاء الله باذن الله ويكرمهم، يقدروا يعملوا ماتش كويس النهارده، اللي منه يبقى عندنا ذخيره كويسه من اللعيبه الصغيرين اللي موجودين في نادي الزمالك، اللي هم يفيدوا في المستقبل ان شاء الله باذن الله. بعدين برضه يعني خد بالك، انا مش عايز الناس تفتكر ان 21 سنه ده صغير ولا 22. كنت لسه بقول كده والله يا ابو الكباتن، ان في لعيبه 18 سنه طلعت منتخباتها كاس عالم. يعني يا جماعه، الموضوع ده انتهى من العالم كله خلاص. يعني هالاند دلوقتي 21 سنه، من نجوم العالم، من افضل لعيبه العالم. ليه النهارده في كلام على اغلى صفقه هتبقى في خامس اغلى صفقه في الدوري الانجليزي، داروين نونيز، رايح من طبعا لعيب بروجواي، رايح من بنفيكا ليفربول ب 100 مليون، يعني رقم ضخم جدا، وده 21 سنه. فكره، بص انا مش معترف بفكره
يتقال للمدير الفني ده شاب لسه صغير عنده 45 و50 سنه ولسه شاب، معترف بفكره ان اللعيب يبقى عنده 21 22 سنه ويتقال لك لسه ناشئين. يا جماعه ناشئين ايه؟ يعني يا جماعه الكلام ده انتهى من عصر الكوره. ناشئين 16 سنه 17 سنه، ده اللي يتقال على ناشئين 18 سنه. واللعيب اللي ما لعبش في السن، يعني الحمد لله رب العالمين واحنا صغيرين لعب، يعني في اسماء كتير بلاش، انا عشان انا اللي بتكلم، احمد حسام ميدو لعب 16 سنه، شيكابالا لعب 16 سنه 17 سنه. صحيح. يعني الكلام مش فكره ان دول شباب او صغيرين او الكلام ده، اعتقد في عصر الاحتراف دلوقتي انتهى نهايه كامله. يعني ان شاء الله التوفيق النهارده لنادي الزمالك، ما ينفعش حضرتك تكون معايا وانت نجم من نجوم منتخب مصر، واسالك شايف بكره لقاء مصر ازاي وكوريا فنيا، شايف نقدر نظهر بشكل جيد؟ والله يمكن الناس مستاءه جدا من ماتش اثيوبيا والاداء السيء جدا في ماتش اثيوبيا، خصوصا الشوط الاولاني. صحيح. والشكل اللي كنا عليه، نتمنى طبعا يعني المنتخب يطلع من الحاله اللي هو فيها دي، لان في حاله كده غريبه في اللعيبه، مش عارف هل هي عدم تركيز، هل هي يعني هل اللعيبه دي مش مصدقه نفسها ان هم لعيبه كبار؟ هل اللعيبه دي مش حاسه بقيمه التيشيرت اللي هم لابسينه؟ حاجات كتير جدا الواحد مستغرب عليها. يعني اللعيبه دي لما بتيجي تتكلم معاهم في تجديد لنادي ولا حاجه، بيقول لك 30 و40 مليون جنيه. في الاخر يعني الشكل اللي ظهروا بيه في منتخب مصر مع اثيوبيا شكل لا يليق اصلا باسم ولا بتشيرت منتخب مصر. اتمنى ان الولاد دي تبتدي تركز وتشوف هم ايه اللي مخليهم في الحاله الفنيه اللي هم فيها دي. ده حتى بعيد عن الفنيات، انت يعني ال ال الاسم بتاع منتخب مصر وشكلك في الملعب يخليك تاكل النجيله، ما يتلعبش عليك كوره بالشكل ده. حتى لو اتهزمت ماشي ممكن اتغلب، ولكن ما يتلعبش عليا كوره بالشكل ده من منتخب، يعني ما ينفعش اقارن منتخب مصر كاسم وتاريخ وحتى كلعيبه. يعني الموضوع كان بالنسبه للناس مأساوي. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. يعني انا خد بالك ما بحولش قوي الحته دي على اسم مدير فني او على صح اداء مدير فني، لان في الاول وفي الاخر انا اي مدير فني في العالم مش عايز يظهر في المستوى ده، عايز يكسب. انما اللعيب هو اللي بينزل، انا بقول الكلام اللي هو ممكن انت تشتغل فيه في الملعب. هل انت نزلت نفذت ولا لا؟ اكيد 100% مش بتاعت المدير الفني بشكل كبير. انا بشتغل معاك طول الاسبوع، بشتغل معاك قبل الماتش على شكل الفرقه اللي هتلاعبها، وبحفظك وبقول لك ده كذا وده كذا وده كذا، تنزل انت تأدي ما بتأديش دي مشكلتك كلعيب. يعني ممكن يكون عندي مثلا ديفو في اختيار، ديفو في مركز، انما يبقى ال 11 لعيب بالشكل ده بالاداء ده بالسوء ده، اكيد 100% ملهاش دخل خالص باي مدير فني. انما في الاول وفي الاخر اتمنى طبعا التوفيق لمنتخب مصر بكره، ويظهروا بالمظهر اللي يليق بيهم. اتمنى ان الكابتن خالد جلال برضو يبقى مركز. كابتن ايهاب جلال، كابتن ايهاب، الكابتن ايهاب جلال انا اسف، لا الاثنين كباتن كبار. اتمنى ان الكابتن ايهاب يعني لما يجي يختار تشكيل يلعب كل واحد في مكانه. يعني انا المره اللي فاتت الحاجه الوحيده اللي انا خدتها على الكابتن ايهاب زيزو ومرموش. يعني كان بيلعب زيزو هاف ليفت ومرموش هاف رايت. انا متهيألي زيزو اما صدق ان صلاح واخد اجازه او مرهق فهيريح فيلعب في مركزه في المنتخب. الله ينور عليك. كانت دي بالنسبه لي الديفول الوحيد، وده ممكن يبقى بس مش هو السبب الرئيسي في شكل الاداء ولا في شكل المستوى اللي كان عليه لعيبه منتخب مصر. وتاني بعيد اتمنى ان الكابتن ايهاب يبتدي يركز على كل لعيب في مركزه، يبتدي يركز انه يدي كل واحد في المكان بتاعه، على اساس اللعيب ما يبقاش عنده حجه. يعني ما يبقاش عنده حجه ان انا ما بلعبش في مكاني، انا وحش خاطر انا ما بلعبش في مركزي. الكلام ده كله ان شاء الله هو صراحه الله يكون في عون كابتن ايهاب جلال، صراحه الله يكون في عونه. كابتن طارق نورتني وشرفتني، وان شاء الله نحتفل بفوز الزمالك النهارده وايضا فوز منتخب مصر غدا.